لقد ظلت شينجيانغ منطقة متعددة الأعراق والأديان منذ العصور القديمة. في منطقة تشانغجيتشي بشينجيانغ يوجد مسجد ومعبد وكنيسة جنبا إلى جنب في منطقة أقل من 5 كيلومترات مربعة. الناس الذين على هذه الأرض يتمتعون بحرية كاملة في اختيار دينهم أو قناعتهم في عدم اختيار أي دين. إن مسألة ارتباطهم بالدين من عدمه أو ماهية الدين الذي يؤمنون به كلها أمور لا تؤثر على مبدأ التعايش في وئام وبناء الوطن.